ايوه سلفتها بلغتنا بمصر. سلفت مين؟ سلفت بنت هي وابنها كانوا سارقينها قبل كده. سرقوها في 500 جنيه وسرقوها في موبايل وبلغتنا من الموبايل بتاعها. بنتك ماتت. ماتت بايه؟ قالت كانت بتستحمى هي في الرابع. مش عرفت بنتي في اول دور. ما جابوش طب دكتور الصحه. دكتور الصحه مطلع شهاده الوفاه فاضيه. تسريحة الدفن فاضي. ما فيهوش الوفاه. ايه دكتور مين بقى؟ اهو دكتور مكتوب اسمه احمد مش عارف ايه. شهاده الوفاه فاضيه وتسريحة الدفن فاضيه. جريت انا طلعت تسريح ده ورقه دفنه لما رحت اشتكيت لدكتور الصحه. طلع لي كاتبها في الدفتر سكته قلبيه. الطب الشرعي مش مطلعها سكته قلبيه. الطب الشرعي مطلع بنتي سليمه غير ضميره بيقول لك مطلعها محلله. لما هي محلله طلعت عندها ان هي تجمع دم دموي واشتباه كهرباء. ما احنا مبلغين ان هي من الكهرباء وخانقينها. ليه ليه وكيل النيابه رئيس وكيل النيابه يقول لي ما فيهاش حاجه وبعت لي الكاتب بتاعه الاول يقول لي ده الوفاه طبيعيه. قلت له لا مش طبيعيه. قال لي طب خش له انا ماليش دعوه.